السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة ماغي في ديزاد. وصفتنا نهار اليوم راح تكون السفة. هذا الطبق معروف في الجنوب الجزائري. راح نبدأ، قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى لكم الاشتراك فضلا وليس أمرا والضغط على زر لايك. يلا نبدأ ببعضنا في المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. المقادير راح نحتاج، هنا راح نضيف لها البطاطا والجزر والكرم، يحب يضيف بطاطا ما يحب يضيفهاش اختياري. هنا عندي الشحمة، وهنا عندي الطماطم والبصل والفلفل الحار والثوم، والتوابل راح نخليها بعد. راح ندير هذه الخضرة كامل، كسكاس، ندير لها شوية تاع الملح، ندير لها شوية تاع الملح الفوق. هنا راح نحل بالطعام، هنا راح ندير شوية تاع الزيت للطعام باش نفوروه. بسم الله. راح نديرها في الكسكاس يتفور مع كي تفورت هذيك الخضره شويه. درت لها الملح، درت لها الملح هنايا، خليها شويه تفور، ومن بعد نصب الطعام هنا فوق. هي راح ندير الطعام هذا، نحطه هنا بالعقل. هنا كما فرشت الطعام خليه يتفور مليح، ومن بعد نديرو علامة التسويم ونرجع. هنا راني نسوم الماء، درت الملح، راح نسومها بماء سخون. لازم تعمريها بماء سخون مليح باش الطعام يتشمخلنا بيان. خليها هكا شوية، من بعد نصفيها من الماء. هنايا شفت، هنا راح نقلب هذا الكسكاس، نهبط كامل الخضرة اللي فيه. هنا في المرحلة هذه راح نزيد نفوره، ندير الساعة نديرها بالماء، المعجون تاع الطماطم نحطه هنايا. هنايا راح نهبط الطماطم، لازم كامل حتى تولي كاع حمرا الطعام، بعد نروح نفورها، وبعد ندير الخضرة الأخرى، الباقي الخضرة والتوابل. هنا راح نعمر الكسكاس بهذه، نعمر الكسكاس كامل ونديره في اللي كنعمره كامل، راح نحطه نعاود نفوره. وهنا يبدا يتفور، حطيته هنا في الكسكاس، كي يزيد يتفور يتفور هذا هذا شويه يبدا يتفور، نحط الخضره الطماطم البصل ولا لي زيبيس التوابل، وبقيه الاخرى الشحمه تاني ندير لها شويه، نضيف لها الشحمه تجي بنينه. بعد ما تفورت شويه راح ندير بقيه الاخرى، البصله مع الطماطيش والحار، نهبطهم كامل هكا.
وزيد نحط هذيك الفلفل راس الحانوت وزيد نهبط هذيك الهريسة وندير نزيد نحط طماطم هنايا نزيد نحط لها شوية طماطيش نخليها تفور معاها تفور هذه شوية برك يتفور مليح البصلة والطماطم نزيد نديرو الشحمة الشحمة تذوب في الفم في الاخر نديروها مع الكروية هنا راح ندير الشحمة عندي شوية برك ما عنديش بزاف الشحمة راح ندير فوقها الكروية تعطي بنة الكروية للصفة وراح نكمل نخلطها تفور خليها تفور بعد نديرها في الصحن نزيدو لها الزيتونة هنا بعد ما تفورت مليح نخلط المكونات كامل مليح تاع لتحت كامل ديك الطماطم البصل و جربوا هذه الوصفة تجي هايلة خلطها كامل وندير راح ندير لها بعد الزيت زيتون ندير لها الزيتون هنا راح ندير لها الزيت زيتون ونخلطها مليح خلطها مليح كامل ونديكم في صحن التقديم تشوفوها كيفاش طاب جات معانا وهذا هو طبق تاع اليوم وجدناه هذه طبق السفة وجدناها زينتها بحبات تاع البيض وغليت البيض وقطعتهم هكا مرصوات دبت الزيتون وهذه كانت وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم الفيديو تاع نهار تجربوه تنال اعجابكم ما تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا لي على زر لايك ونقول لكم الى الملتقى فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته